في دوري أبطال أوروبا أو على مستوى العالم، ذكرت أي لاعب مصري؟ هزر، ده احنا كنا حلم حياتنا ان لعيب ياخد احسن لاعب في افريقيا. هتقول لي حذاء عالمي؟ من هنا تيجي تتكلم، احنا كنا فرحانين بابو تريكا طلع التاني. من هنا تيجي تتكلم على اهميه محمد صلاح، وبالتالي ما ينفعش انك انت تدخل بقى معاه في مشكله. مش انت ما بتدافعش عن محمد صلاح مش عشان انجازه، لو ملوش الحق انت هتطلع تقول انت احنا هنطلع لو محمد صلاح يعني بيشتري مش عشان هو عالمي هنيجي معاه، لكن هو كل من يتعامل معاه دلوقتي سواء من لاعبين او جهاز فني او مسؤولين بياكد لك، وانا اتعاملت معاه بعد احترافه بياكد لك ان محمد صلاح زي ما كان في المقاولين زي ما هو موجود في ليفربول. طيب هنفتح التليفونات لكل طبعا مشاهدي الغندور الجمهور. بس عايز اقول لك حاجه، في خبر ان اللجنه الماليه او اللي بترقب الزمالك هتنتهي من عملها بكره خلاص، وممكن خلال ايام اللجنه الماليه اللي بتدير نادي الزمالك ترحل. في كلام، وفي كلام جاي لي قوي جدا كمان، ان في اتنين داخل يعني واحد عضو مجلس اداره واحد تاني بيعمل في نادي الزمالك، الاتنين نيابه طلبت مراقبه حساباتهم في البنوك كلها، عايزين يعرفوا ما لديهم من مال في كل حساباتهم في البنوك كلها. الدنيا رايحه لفين الله اعلم، لكن من الواضح ان مرتضى منصور في شيء لله راح دعا في العمره، انا بتكلم جد، دعا في العمره كسب الاهلي بعد 11 سنه، والاهلي النهارده كمان اتغلب الاسيوطي، وابتدت الناس بمشاكلها تروح للاهلي وتبعد عن الزمالك مؤقتا. يعني انا ضد فكره ان الاهلي بقاله مثلا 11 سنه بيكسب الزمالك او في الدوري او في الكاس، لان في النهايه الاهلي بيكسب مثلا الزمالك كل سنه او الزمالك بيكسب الاهلي كل سنه سواء في الدوري او في الكاس، لان هم في النهايه بيقابلوا بعض في البطولات المختلفه. تمام، معانا امل، اتفضلي يا امل.